باب من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ اللہ جل جلالہ جس بندے کے ساتھ خیر کا معاملہ فرماتے ہیں، بہتری کا معاملہ فرماتے ہیں، اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔